مشاهدينا الاعزاء هذا الشوط الرئيسي الخاص بجداع القعدان، والكلمه احيلها الى الزميل مطلق بن علي العنز. شكرا محمد بن بريك. ايها الاخوه المتابعون في كل مكان، تحيه صباحيه من ميدان الشحانيه، تواصل اشواط اليوم السبت 25 من اكتوبر 2014، حيث نبدا في هذا اليوم وفي صباحه مع الاشواط العامه وسن الجداع وهذه الهجن الخاصه بابناء القبائل. تتواصل الانطلاقات ونتواصل في الشوط الرئيسي الاول الخاص بالقعدان، حيث تحيا هذه الرياضه في هذا الميدان بدعم سمو سيدي امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لهذه الرياضه العربيه الاصيله، وتحيا ايضا باحياء ابناء القبائل لمنافساتها الشيقه والمثيره. شوط رئيسي ينطلق على بركة الله، شوط القعدان، وتندفع هذه الأسماء متابعة مسافة الخمسة كيلومترات باحثة عن الناموس والانتصار. أبدأ مع المركز الأول وهذا هو الشهم اللي يحتل المركز الأول، علي بن حمد بن علي بن حيدان على المركز الأول شعارة، والمركز الثاني من الجانب الآخر. تواصل المركز الثاني وانطلاق اسم جديد وهو براق لسعود بن سلطان بن مبارك بن سند الهاجري، وثالث المراكز عديم للغبشي بن سهيل بالغبشي بن علي الشريفي يحتل المركز الثالث ورابع المراكز. من الجانب الآخر الشعار الأبيض ينطلق ويتواصل بالمركز، يتواصل بالمركز الرابع هنا، وانطلاق اسم جديد هو براق لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، والمركز الخامس انطلاق من شعار، اعتقد شعار بن نايفه، هذا هو اللي بالمركز الخامس، حبشان للفندي بن خميس بن فندي المزروعي احد ضيوفنا من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة. اذا الخمسة كيلومترات والخمس الاسماء التي اعلنت لحضراتكم، النداء الاول الاسماء المشاركة الباحثة عن تحقيق النقطة الرئيسية الأولى الخاصة بالقعدان. بعد أن شاهدنا صوغة في الشوط الرئيسي الأول تنتزع النقطة الأولى الخاصة بالإبكار، شعار خليفة بن حمد بن مبارك الخيالي الضيف القادم، الضيف القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن العين، من العين قادم للمشاركة. نرحب بكل الضيوف الحاضرين، الحاضرين معنا في ميدان التحدي في ميدان الشحانية من أبناء الخليج، ضيوفنا من الإمارات، من المملكة العربية السعودية، من سلطنة عمان، من دولة الكويت الشقيقة، الحاضرين معنا في ميدان التحدي حيث نتواصل بمتعة اللقاء ولقاء الأحبة هنا دائما في دولة قطر، دولة الخير. يا سلام، تواصل، تواصل أيضا لكل المتابعين في العالم عبر شاشات قناة الريان، القناة الرائدة التي تتابع أجمل وأطيب ما يقدم هنا من رياضة التراث ورياضة الآباء والأجداد هنا في ميدان الشحانية. أعود إلى المركز الأول، إلى براق اللي احتل المركز الأول، ملكية براق لسعود بن سلطان بن مبارك بن سند الهاجري مع المركز الأول، شعار الفندي بن خميس المزروعي مع المركز الثاني على ظهر حبشان شعاره، ينتقل إلى المركز الأول، يتابع هذا التقدم المركز الثالث، المركز الثالث الشهم، ملكية شهم لعلي بن حمد بن علي بن محمد بن حيدان. ومن الجانب الآخر تدخل لاسم جديد وهو براق لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، والمركز الخامس وصول اسم جديد، اسم جديد يصل. يا سلام، اختلطت الأمور بعضها ببعض عند المركز الخامس، تدخل أكثر من ستة أسماء في موقع واحد، ولكن بنشوف. هو يقول لي بمريك رقم اثنين حرب
لسالم بن محمد بن مخيت آل بحيح المري. يا سلام، بدأت الأسماء بالظهور إخواني المتابعين. عند لوحة اثنين، عند لوحة اثنين راحت 3 كيلومترات، عندنا كيلوين باقية عن الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان وعن النقطة الغالية التي يبحث عنها الجميع في هذا الشوط. نقطة غالية، أقوى أشواط القعدان كما يقول بمريك، أقوى أشواط القعدان في صباح هذا اليوم الخاصة بأبناء القبائل. الشوط الرئيسي الأول في صباح هذا اليوم، إلى أين سيذهب؟ هذا هو سالم بن محمد بن بحيح بن بخيت آل بحيح المري مع حرب المركز الأول. شعار جميل ينطلق في المركز الأول ممثلا لأبناء الشحانية في هذا الشوط. المركز الثاني مياس لعبد الهادي بن علي بن محمد المشروم المري، مع المركز الثاني ينطلق أيضا ممثلا لأبناء الشحانية في هذا الشوط. بينما المركز الثالث عديم الغمشي بن سهيل بن غمشي الشريفي، وهنا تدخل لاسم جديد مردف لسعيد بن راشد بن سعيد العويسي قادم من المرموم للمشاركة في هذا الشوط. المركز الرابع الماجد السندباد القطري يصل في هذه اللحظة. السندباد أحد الممثلين لأبناء الشحانية، هنا يصل صالح بن حمد بن قمرة النابت وحمد بن محمد بن جهويل المضمر والمتابع للماجد. المركز الخامس نشوفه اللي يحمل الرقم 43 في هذا الموقف، هنا عديم الغبشي بن سهيل بن غبشي الشريفي على المركز الخامس. شعاره اعود الى المركز الاول، وعند لوحة واحد، عند لوحة واحد وعند كيلو الخطر كما يقولون. حرب 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 على المركز الأول، وفائز معنا في السباق المحلي الثاني والثالث، واليوم يبحث عن الناموس، يبحث عن الناموس. دربارك من العويسي، دربارك من العويسي، العويسي يا سالم يا بن محمد يا بن بخيت. شوف المركز الثاني قادم مردف سعيد بن راشد العويسي. أبناء الشحنية يعقدون الأمام مع حرب الشوط الرئيسي الأول، وحرب على الناموس، حرب على الناموس ينطلق ليضيف إنجاز جديد، يضيف إنجاز جديد لسجلاته الحافلة المليئة بالإنجازات. يا سلام، بدون أوامر، ثقة الكبار في الشوط الرئيسي الأول. أشكرك يا ابن بحيح، أشكرك يا ما ذاق الهزيمة، بنقول له ما ذاق الهزيمة في هذا الموسم. تهانينا والناموس وجود مورنينج أبناء الشحانية على فوز حرب بالمركز الأول. مالك حرب سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري، وتهانينا لأبناء الشحانية، تهانينا لأبناء الشحانية والعصابة الأبطان كما يقولون حتى هذه اللحظة. تهانينا أبناء الشحانية بفوز حرب بالمركز الأول، تهانينا. والناموس المركز الثاني، هذا الشعار العويسي مع مردف سعيد بن راشد العويسي. المركز الثالث، مركز الثالث رابح لعلي بن حمد بن هادي المري، ورابعا يحتله الماجد لصالح بن حمد القمرة النابت. والمركز الخامس مشهور في المركز الخامس لفهد بن عبد الله بن جروح الشمري. أيها الإخوة المتابعون، حرب احتل المركز الأول، فاز معنا بهذا الناموس المستحق، أهدى الناموس لأبناء الشحانية معلنا حضوره في الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان، ليهدي لمالكه سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري ناموس الشوط الأول. التوقيت الزمني لحرب صاحب الشوط الرئيسي 7:42، 68 جزء من الثانية التوقيت اللي سجل مع حرب. تهانينا لآل بحيح على هذا الفوز، 7:43، 64 جزء من الثانية. هذا هو مردف لسعيد بن راشد بن سعيد العويسي، تهانينا والناموس. المركز الثالث 7:48، 8 أجزاء من الثانية. هذا هو صاحب المركز الثالث رابح لعلي بن حمد بن هادي.